السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة حالة الجمود التي طغت على كل الجبهات تقريبا، الأسباب والأبعاد. يسود الهدوء معظم جبهات الحرب الرئيسية منذ عدة أشهر، وسط إقرار هو الأول من نوعه من منظمات دولية تعمل في مجال الإغاثة بتوقف العمليات القتالية في معظم هذه الجبهات. ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، تشهد المساعدات الغذائية استقرارا يقوم خلاله برنامج الأغذية العالمي بإطعام 15 مليون إنسان شهريا. يأتي ذلك وسط إخفاقات عسكرية وسياسية تشير إلى أن 5 سنوات من المعارك لم تنجز الاستحقاقات المشروعة للحرب. كيف يبدو المشهد في اليمن بعد 5 سنوات مما يسمى بعاصفة الحزم؟ وكيف يمكن فهم هذا الجمود المخيم على عموم الجبهات عدا جبهة واحدة أو اثنتين على الأقل تشتعل بين حين وآخر؟ ما الذي تبقى من ثقة اليمنيين في التحالف الذي قام على أساس استعادة الشرعية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. هل انتهت الحرب في اليمن؟ سؤال برسم الهدوء الذي أقرت به المنظمات الإغاثية الدولية لأول مرة منذ 5 أعوام عاش خلالها اليمنيون على وقع معارك لم تنتهي إلى تحقيق الأهداف المشروعة للحرب. اللاعب الأكبر في هذه الحرب هي السعودية ومعها الإمارات وإيران، وجميعهم وعلى اختلاف مساراتهم وأدواتهم تشارك هدف وأد ثورة 11 فبراير التي يفصلنا أقل من شهر فقط على حلول ذكرها 9. في أحدث تقرير لوكالة رويترز، أقرت منظمات دولية تعنى بالإغاثة والعون الإنساني بأن الهدوء يسود بالفعل معظم المدن والمناطق والجبهات الرئيسية للقتال، على نحو يفيد بأن الحرب قد وضعت أوزارها لكن دون نتائج تقترن بالسلام المستدام وبإعادة الدولة الموزعة بين أطراف المتشاكسين إلى الإرادة الوطنية الجامعة للشعب اليمني. المسؤولة في مجلس اللاجئين النرويجي سلطانة بيغوم أحد المسؤولين المتفائلين بتطورات الأوضاع في اليمن، فالأخبار وفقا لبيغوم ليست كلها سيئة، فقد تحسن الأمن الغذائي خلال العام الأخير، وأصبح برنامج الأغذية العالمي يطعم الآن 12 مليون إنسان شهرياً، وأدت مبادرات دبلوماسية إلى تقليص الضربات الجوية في الشهور الأخيرة، وعادت الأمور إلى شيء من طبيعتها في بعض المدن الكبرى. شواهد الهدوء تتجلى بوضوح في مناطق التماس الأكثر هشاشة في البلاد، من الحديدة إلى نهم والجوف وصرواح والبيضاء وتعز، مع بقاء المتارس والخنادق والأيدي على الزناد. الحرب وفقاً لمشهد متوتر كهذا لم تتوقف، وما بقي من أثارها انتقائي إلى حد كبير لجهة أهدافه. ففي صعدة ينخرط مقاتلون محسوبون اسماً على الجيش الوطني في عمليات عسكرية تدعمها السعودية، وهدفها الأساس حماية الحد الجنوبي للمملكة والتقليل من النشاط العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية. وفي محافظة الضالع ثمة حرب على علاقة بالحدود أيضاً، فالمواجهات العسكرية تدور في المديريات الشمالية للمحافظة التي أخرجها المجلس الانتقالي من حساباته منذ أن ظهر على الساحة الجنوبية بدعم إماراتي عام 2017، وما تقوم به قواته يأتي بهدف إعادة تعيين الحدود الشطرية بعد أن شهدت الأشهر الماضية خذلاناً للمقاومة الوطنية في تلك المديريات، خصوصاً مديرية الحشا التي تضم كتلة سكانية كبيرة. بعد 5 أعوام من الحرب يسود الهدوء معظم الجبهات، فيما تبقى الاستحقاقات الكبرى دون حسم، في وقت أغرق فيه التحالف السلطة الشرعية بانقلاب جديد تتركز كل الجهود لترسيمه ضمن اتفاق يضاف إلى الإنجازات الخائبة لهذا التحالف وقائدته المثقلة بالإخفاقات الإقليمية والدولية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب هنا بضيفي من مدينة اسطنبول التركية، الباحث المهتم بالشأن اليمني طالب الدغيم. سيد طالب مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد طالب. يعني مرور 5 سنوات على ما يسمى بعاصفة الحزم، يعني كيف تنظر إلى مشهد الحرب في اليمن؟ نعم، بالنسبة إلى المشهد اليمني نلاحظ بعد مرور
حوالي 5 سنوات، يعني منذ مارس 2015 وحتى الآن بعد تدخل السعودية بتحالف عربي وبين قوسين وإسلامي في الحرب اليمنية، بحجة حماية الحدود الجنوبية للسعودية ودحر الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني وكسر ما سمي بالهلال الشيعي من المنطقة والانفتاح على بحر العرب للحفاظ على الواقع الجيوسياسي في المنطقة. بعد هذه المرحلة التي دخلت فيها السعودية بقوة في المراحل الأولى، وكانت معظم التصريحات التي أدلى بها الساسة السعوديون وحلفائهم في التحالف العربي آنذاك أن المعركة لن تدوم إلا أسابيع قليلة، ولكن ثبت من خلال ما مر معنا أو من خلال ما لاحظنا من الواقع الميداني أن حرب اليمن ليست الحرب السهلة أو الهينة التي يمكن لدولة أو لتحالف أن يحسمها، لأن الواقع الاجتماعي والواقع السياسي والواقع الجيوسياسي في المنطقة وخاصة في موقع اليمن المهم لكل الدول الإقليمية والعالمية أطال من تلك الحرب، وأيضا فشل استراتيجية التحالف في حسم النزاع أو حسم المعركة، لأن التحالف عندما دخل لم يكن هناك أي رؤية لوجود حكومة أو نظام حكم يدير البلاد ويعمل على خلق توافق اجتماعي أو توافق محلي، على العكس لم يكن هناك أي رؤية، حتى الآن لم تتوضح رؤية التي رسمتها الدولة السعودية أو الدول التي حالفتها في المعركة اليمنية حتى تاريخ عام 2020. طيب سيد طالب، يعني هنا في الواقع يعني دول في التحالف هي من أكبر الدول المستوردة للسلاح كالسعودية كقائد للتحالف العربي، ما الذي يجعلها عاجزة عن حسم المعركة والبقاء بهذه الصورة؟ أستاذي، ماهية الحرب في اليمن وطبيعتها هي حرب مركبة وحرب يمكن وصفها في القاموس السياسي بأنها حرب هجينة، لا يمكن أن نضعها في إطار الحرب الأهلية أو الحرب الإقليمية أو الحرب بين دولتين، إنما هي حرب وصفها بعض الباحثين المهتمين بالشأن اليمني بأنها حرب جيوسياسية، حرب على إعادة تموضع النفوذ العالمي في هذه المنطقة. لدينا الصين القادمة بمشروع عملاق سيلف العالم اسمه الحزام والطريق، لدينا الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تبسط نفوذ السعودية على مضيء باب المندب، إيران التي تعمل على ميليشيا الحوثي منذ سنوات. هذه الدول كلها تطمع في هذا المدخل المهم الذي يسيطر على التجارة العالمية وعلى اقتصاد العالم، بالتالي الموقع الجغرافي لليمن، التضاريس ومناخ اليمن، أيضا واقع اليمن الداخلي كما قلنا، وجود القبائل ووجود المشيخات، وجود العصب المحلية، كلها عوامل أضعفت أو أدت إلى فشل التحالف في حسم هذا النزاع الذي امتد لأكثر من 6 سنوات. نعم، لكن سيد طالب، يرى البعض أيضا بأن سبب فشل معركة التحالف في اليمن هو سوء التقدير الذي حصل في البداية، ووجدوا أنفسهم في منتصف الطريق، هناك يعني سوء تقدير في الكثير من المواقف، وبالتالي كما يقال يعني من ذاك الطرف بأنهم يعني كان هذا سبب كافي لإيقاف المعركة ووجود حالة الجموع حتى يعاد ترتيب الأولويات من جديد. نعم، يعني نحن نقول لا يوجد سياسة بين دول التحالف متفقة في استراتيجيتها بعيدة المدى لمستقبل اليمن والحرب مع جماعة الحوثي. نلاحظ سعي إماراتي بعد تفجيرات الفجيرة وبعد حصول عدة مشاكل في المياه الإقليمية مع إيران إلى أن يتقاربوا أو أن يحاولوا أن ينأوا بأنفسهم عن الواجهة في حرب اليمن. هذه وأيضا ألصقوا تلك الأحداث بالسعودية أنها هي السبب التي أدت إلى هذه الحالة، وبالتالي تناقض هذه السياسة بين دول التحالف لها دور كبير في انعدام الرؤية المستقبلية، في انعدام السياسة المشتركة، وهذا ما دفع دولة مثل الإمارات أن تدعم ما سمي في الحزام الأمني أو دعنا نقول المجلس الانتقالي الذي قام بالسيطرة على القصر الرئاسي وعلى مرافق مهمة واستراتيجية في العاصمة المؤقتة عدن في 10
10 أغسطس من العام الماضي، بالتالي حصلت اشتباكات قوية بين الدول التي كانت تحارب الحوثيين. إذن هناك قوة محلية تدعمها قوة من داخل التحالف أدت إلى فشل كما نقول مرة أخرى، ليس فقط الحسم العسكري وإنما أيضا رص الصف الداخلي في جبهة الحكومة الشرعية في عدن. نعم، إذا نبقى معي سيد طالب. أرحب هنا بضيفي، سينضم إلينا الكاتب والباحث حسن مغلس. سيد حسن مساء الخير. أهلا بك سيد حسن. نتحدث اليوم عن واقع الجمود الحاصل في المعركة العسكرية في اليمن، يعني كيف يبدو المشهد في اليمن بعد 5 سنوات مما سمي بعاصفة الحزم وإعادة الأمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المشهد هو يبدو كذا انه سيء، لكن مع المدى هناك اساسا نقول يعني كان لابد احيانا تستمر هذه الحرب لتظهر لنا اساسا من يقف مع اليمن ومن يقف ضدها من الداخل ومن الخارج. طبعا استمرار الحرب بهذا الشكل سيء، لكن والسبب هو واضح جدا أن التحالف دخل ليس بنية تحرير تخليص اليمنيين من هذا العدو اللي هو كان بسيط جدا التخلص منه، لكن بنية مصالح بعيدة المدى. هذه المصالح كان هي الهدف الرئيسي من دخول الحزام الأمني كما تبين فيما بعد. في أول الطريق ما كنا نعلم بهذا الشكل، ولكن فيما بعد اتضح كل شيء وأصبح في تعطيل، وظهرت هذه الأشياء بداية تعطيل الجبهات في نهم، في الضالع، في يعني قصص في مريس، في تعز. حينما تعطلها الجبهات بواسطة التحالف وواسطة اليد الطويلة هي الإمارات، هنا تأخرت الانتصارات. لكن ما هي الأسباب؟ سيد حسن برأيك بتوقف هذه الجبهات، خصوصا أنه في بداية المعركة كان هناك تقدم واضح وكانت المعركة تمضي في سياق طبيعي، لكنهم وصلوا إلى المنتصف وتغيرت الاستراتيجية بشكل عام، يعني ما السبب في هذا التغير؟ تخلصوا أولا، هم أسكتوا القوة التي قد تكون يعني الضم، ضربوا الصواريخ التي كان هم على علم بها في جبل عطان، تخلصوا من السلاح الثقيل، تخلصوا من الدفاعات الجوية حتى تكون لهم السلطة العليا في الفضاء. اما ارضا نحن يجب ان لا ننسى شيء مهم جدا، ليس هم من يقاتلون في الارض، الذي يقاتل الان في الارض الجيش الوطني يمني اساسا، الناس المتقاتلين الاخرين يمنيين، هم دافعي فلوس فقط، دافعي يعني ضمانات. يعني الان كلما نصل الى نحاول نصل الى طريق، ويمكن لمن نصل الى طريق ياتي فرق التحالف ويعطل هذا الطريق. نحن انتصرنا في البدايه والخسائر كانت يعني بحجم اكبر على الحوثيين وعلى غيرهم من الشخصيات الاخرى او الاشخاص الاخرين اللي التحقوا بسلك الانقلاب، لكن في الاصل ان هناك اهداف ما زالت المملكه العربيه السعوديه والامارات تريد ان تصل اليها باي ثمن، وهذا الثمن يدفعه الشعب اليمني الان. ندفع احنا الثمن كمان تاخر اللي صار، لدينا مناطق محرره طويله عريضه، لماذا هذا التاخير كله؟ لماذا لم تساوي كل القضايا في المناطق المحرره قبل المناطق اللي محتله من قبل الحوثي؟ يعني هناك مشاكل اصبحت معقده اكثر في المناطق المحرره. يعني قيام الحزام 100,000 جندي دربتهم المملكه الامارات، هؤلاء لمن؟ لا يعتبرون الا بامر الدوله، ليس عدد قليل. هؤلاء دربتهم الإمارات من أجل مصالحها والدفع مصالح، تريد مصالح لها في الساحل، مصالح في الداخل، تعطيل ميناء عدن، أشياء كثيرة. فهم هؤلاء هذه القوى هي كان لابد من تطويل أمد الحرب حتى يصلوا إلى أهدافهم. هم يريدون يعني تركيع الحكومة الشرعية، يأخذوا طبعا لا يستطيعون أن يأخذوا كل شيء غصبا، ولكن بمحاولة الضغط على الشرعية بحيث أن توافق لهم رسميا أن هذه الأشياء لكم وخلاص، وارجعونا إلى وطننا وبثمن غالي جدا ندفع ثمنه لمدة 100 عام أو 150 عام أو كما يريدون. طبعا نحن نقول أن هناك خسارة يومية على الانقلابين، لا أعتقد أنهم كسبانين،
هم يخسرون يوميا، سواء خسارة معنوية أو خسارة مادية، ولكن نعم. من يعوض لهم هذه الخسارة؟ جاهز، سواء الأمم المتحدة، سواء طبعا هناك تواطؤ أممي عالمي حول هذه نعم. المسألة. إذن سأعود إليك سيد حسن، يعني سأذهب لضيفنا الآخر وأعود إليك لاحقا. أذهب لضيفي الباحث المهتم بالشأن اليمني سيد طالب الدغيم. يعني سيد طالب، اليوم البلد تعيش حالة لا حرب ولا سلم، يعني هل باعتقادك أن هذا الحال سيطول، أم أن الواقع يعني يبشر بانفراجة قريبة؟ طبعا الانفراجات قائمة على مصداقية مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى التي القادرة على أن تحل الوضع أو أن توجد حل سياسي، على الأقل أن توقف إطلاق النار في اليمن وأن تدعو الأطراف المتصارعة كما حدث في اجتماع ستوكهولم وغيرها من تلك الاجتماعات التي ممكن أن تبني لحل وحوار. لكن ما عدا هذا الجانب وهذا الأمر من ضغط مجلس الأمن الدولي أو الدول الفاعلة في الملف اليمني، وخاصة الدول الكبرى التي أعتبره أنا الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة هذه الدول، هي الدولة الأولى الفاعلة في العالم التي يمكن أن تضغط حتى على الدول الأقليمية ومجلس الأمن الدولي لإيجاد حل. لكن أنا بتقديري وحسب ما نرى من الاستراتيجية الأمريكية وتغير أولوياتها في الشرق الأوسط باتجاه الحرب مع الصين تجاريا وأمنيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي تقوم بإدارة الصراع وتشرف على هذا الصراع ولا تقوم بحل هذا الصراع. بالتالي قد نصل إلى مرحلة تدعم فيها وصول الحوثيين إلى السلطة، أو قد تدعم فيها تحصين اليمن إلى ثلاث مناطق. وأيضا يعني ما الذي أو ما الذي بيده مجلس الأمن أن يفعله إزاء حسم الأزمة في اليمن، وهناك دول يعني شكلت ميليشيات سواء إيران أو الإمارات أو السعودية، وبالتالي طالما هذه الدول تعمل على دعم وتغذية هذه الميليشيات يعني لن تنتهي الحرب بتلك السهولة. لن تنتهي أستاذي عندما يكون هناك مصداقية في أن أولا عندما تتوجه الأطراف المعادية للحوثيين باتجاه هدف واحد، يكون لدى القوى المحلية هدف واحد هو إيقاف هذا الحوثي ولجمه وردعه سواء بقوة سلاح أو بالوحدة التراب اليمني في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين. هذه تكون بادرة قوية لتقنع المجتمع الدولي بأن هناك حراك كبير مجتمعي وعسكري ضاغط ولديه قوة عسكرية ضاربة، والسعودية عندما يكون لديها جدية في وقدرة على ضبط الدول الداخلة تحت رئيس التحالف الدولي، هنا يصبح هناك ضغط على مجلس الأمن الدولي، مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة أو الدول التي استطاعت أن تخرج أو الحكومة الشرعية من الحديدة وتمنعها من حسم المعركة هناك، هي نفسها قادرة على أن توجه الدفة باتجاه الحل السياسي. اليمن يلزمه حل سياسي بإشراف أممي تدعمه الدول ويكون هناك مصداقية من الأطراف المتصارعة. عندما تكف إيران هذه الدولة المتوحشة عن تدخل في قضايا اليمن الداخلي وتشريد أهلي واتباع سياسة التغيير الديموغرافي واتباع نعم. سياسات عنصرية وطائفية فظيعة في اليمن كما تفعل أيضا في سوريا والعراق وغيرها من الدول، هنا يكون هناك حل سياسي. كيف ستوقف هذه الدول أو كيف ستقنع هذه الدول؟ فعلا عندما تستطيع أو يكون هناك نية صادقة عن جميع الأطراف لأن تفعل شيء لمستقبل وصالح اليمن وأهلي. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد طالب الدغيم، باحث مهتم بالشأن اليمني، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. وأرحب بضيفي من الدوحة الباحث والكاتب محمد عز الدين الحميري. سيد محمد مساء الخير. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك سيد محمد. يعني كيف تقرأ حالة الجمود التي شملت كل جبهات القتال تقريبا عدا جبهة الضالع؟ أخي الكريم، دعنا نضع النقاط على الحروف من البداية لنعرف الأهداف الحقيقية لعاصفة الحزم التي جاءت لذات الغرض الذي تتحدث عنه. نعم. عاصفة الحزم من المنطلق الحقيقي جاءت بأهداف وهمية وأهداف حقيقية. الأهداف الوهمية كانت هي الطعم المخدر للسياسيين وللمراقبين وللمجتمع اليمني.
منها إعادة أهداف إعادة الشرعية، ضرب الحوثي، الحفاظ على وحدة اليمن، أيضا من ضمنها ضم اليمن إلى مجلس التعاون، يعني استنهاض الاقتصاد اليمني. هذه كانت هي الأهداف الوهمية التي جعلت كل أطياف الشعب اليمني ترحب بعاصفة الحزم وترحب بالتحالف الذي جاء ليحررها وليؤدب الحوثي. ولكن كانت الأهداف الحقيقية هي بنت من الأهداف التي إن شاء الله. نعم. إذن سيد محمد هل تسمعني؟ نعم. إذن يبدو أن الاتصال فقد، ريثما يعاود الزملاء الاتصال به لاحقا. أذهب لضيفي الكاتب والباحث السيد حسن المغلس. إذن سيد حسن، نتساءل هنا، يعني ما الذي تبقى من ثقة اليمنيين في التحالف الذي قام أساسا على استعادة الشرعية في اليمن؟ طبعا اليمن وصل لحالة يعني يرثى لها من حيث الحاجة. هم يعني جعلونا في حالة احتياج دائم، احتياج مالي، احتياج لوجستي، احتياج، ولم والثقة فعلا قد ضربت من أساسها، يعني ضربت. ولكن الاستمرار الوضع هو لأنه بهذه الصورة، لأنه يمتلكون القوة، هي فارق قوة مؤقتا. يعني الفائض مالي لدى الإمارات والسعودية تنفق في المنطقة، إلى جانب قوة تدخلها، مع أن الضار المتقاتلين الرسميين كلهم يمنيين. نحن سنصل إلى مرحلة، أنا أولا مع الشخصين المهتم سابقا قبل قال إلى أن تصلح نوايا المجتمع الدولي الإقليمي. هل سننتظر نحن اليمنيين حتى تصلح نوايا هؤلاء؟ أم إحنا يجب أن تكون كمان لدينا رؤية أداة للتغيير الحقيقي؟ طبعا الموضوع، لكن سيد حسن، هناك أطراف تعمل لصالح هذه الدول وهي تغذى ماليا، وبالتالي يعني المشكلة هي فينا في الأساس. يعني هناك أطراف تستقبل الدعم من هذه الدول، وبالتالي طالما استمر الأمر على هذا الحال المعركة لن تنتهي بتلك السهولة. لن تنتهي المعركة بتلك السهولة ولن تحل بهذه الطريقة، لأن أثبت العالم، حتى الدول المنافق، العالم الدول المنافق هذا الذي أساسا يعني يقف مع الأقلية ضد الأكثرية، أساسا هو كذا. يعني الآن ما نراه من موقف العالم الدولي، حتى أمريكا الذي يقول أنها مشغولة بالصين، هي ليست مشغولة بالصين. اليمن ليست شعب قوي حتى تنشغل به، هي مجرد طرفة عين منها بالنسبة للشعب اليمني، تحرك عناصرها، لا تحتاج إلى قوة أكبر. مهتمة بالصين نعم، لكن اليمن غير غايبة عنها، عن خريطتها. هذا الكلام يجب نعلم أن هناك دعم دولي لا محدود وسخي للحوثيين، وايضا للرديف الاخر اللي هو الانتقاليين او الانفصاليين او اللي يسمى نفسه الحراك. هؤلاء الرديف المساند الاقوى للحوثيين هم الذين اربكوا الموقف ايضا في المنطقه. ايضا ما نشهده من قيادات تبرز هنا وهناك مثل ابو العباس وبعض الشخصيات لاجل عرقلت مسيره المقاومه والجيش الوطني. ولكن ومع هذا يجب أن ننظر للمسألة، يعني هل تعتقد أنه بإمكان اليمنيين حسم معركتهم بمفردهم؟ نعم، إن تركت يعني قلت التدخلات، اليمنيين كفيلين، لأنه الآن لو تأتي تأخذ استفتاء من المواطنين، أغلب الشعب يريد الهدوء، أغلب الشعب الآن يقف مع الشرعية، يعني بينه وبين الشرعية اللي هو مسألة المرتبات والوظائف، وهذه الشرعية لم تستطع الآن حتى تقدمه بسبب الحروب الحالية. الشعب لا يريد الحرب كشعب، يعني لا يريد الحروب. إذا من يريد السلم يجب أن يسلم السلاح الموجود لديه. اليوم عدريس الزبيدي ينفي أن وجود سلاح ثقيل بيده حينما طلب أن يسلم السلاح، ومع أنه عليه تسجيلات واضحة أنه هو من استولى السلاح في حرب أغسطس العام الماضي. لكن من يدعم هذا الدعم؟ التوجه تدعمه هذه الدول، والشعب اليمني كفيل بهذه المسألة، والله إنه كفيل. اليوم إحنا لا يجب أن ننظر للصور الإيجابية. كان في السابق معانا جيش العائلة، ومعانا مخابرات العائلة، ومعانا اليوم في معانا جيش وطني تأسس من رحم المقاومة وتجمعت القوى الوطنية المشتركة بالفكرة.
هناك اكيد هناك بعض السلبيات، ولكن الايجابيات يجب ان ننظر لها ايضا. اذا جميل، كل يوم الحوثي يفقد من قوته ومن رجاله ومن عتاده ومن مكانته الاجتماعيه. جميل، وضحت الصوره. كذلك الحراك، الحراك بدا الان تتساقط تفريشه لوحده. الحراك اليوم في الجنوب او ما يسمى المجلس الانتقالي يعني قل وزنه وظهرت عيوبه. إذا داهمنا الوضح، داهمنا الوقت، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد حسن مغلس، كاتب وباحث يمني، شكرا جزيلا لك. ويعود إلينا مجددا الباحث والكاتب محمد عز الدين الحميري. يعني سيد محمد، هناك مشكلة وانقطع الاتصال منذ قليل، مرحبا بك مجددا. يعني كنت قد تحدثت بأن الجميع رحب في البداية بعاصفة الحزم والوعود الكاذبة يعني التي تحدث عنها التحالف في بداية المعركة، لكن هنا تساؤل من خلال حديثك، يعني أيعقل أنه لا يوجد أي طرف سواء أحزاب سياسية أو رئاسة الدولة أو أيضا نخب يعني يدركون منذ قبل أن الأهداف هي أهداف كاذبة، وبالتالي هو خديعة كبيرة تقدم لليمنيين؟ الجميع في البداية رحب وهلل لقدوم عاصفة الحزم، لماذا لم نجد أحد يتحدث في تلك الفترة؟ حقيقة أخي الكريم، نحن نتحدث نحن كمحللين كمراقبين كجزء من المجتمع اليمني، نحن بالنسبة كانت هذه لعبة وانطلت علينا، وكانت أهداف وهمية التي كان يروج لها الإعلام التحالف آنذاك عبر منظريه وعبر المتحدثين العسكريين وعبر الأسطول من الإعلاميين الذين كانوا يتحدثون حول هذا الأمر في الغرف الإعلامية الكبيرة والهائلة. أما هذا التساؤل، هل كانت الشرعية والرئاسة الشرعية ورئاسة الأحزاب على كانوا وقعوا في نفس الفخ الذي نحن وقعنا فيه، أم أنهم كانوا يدركون أن ثمة لعبة أخرى؟ لكن دعنا نقول أننا كلنا نصدق ما ستقوم به دول التحالف، لكن حقيقة أخي الكريم انكشف الغطاء بعد ذلك. دعنا نقول أنه انكشف لنا جميعا، وليس من اليوم بل من أكثر يعني من ربما من بعد عاصفة الحزب بكذا شهر، انكشفت الأهداف الحقيقية لنا وللرئاسة الرئاسة الشرعية ولقيادة الأحزاب وللجميع الأهداف الحقيقية التي تحدثنا أنها لم تكن تظهر للعلن. الأهداف الحقيقية التي يعني كشفت لنا من عاصفة الحزم منها تمزيق اليمن وضرب المقاومة وخلق مناطق صراع موجودة في تعز وموجودة في غيرها من المناطق، وخذلان المقاومة وجيوب المقاومة في كل مكان، وعدم حسم المعارك واغتيال القيادات الوطنية وإيجاد ميليشيات وقوات لا تخضع للشرعية. وهذا يتمثل في أنه جاءت عاصفة الحزم وكان لدينا ميليشيا واحدة وهي ميليشيا الحوثي، والآن هناك عدة ميليشيات، الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية وكتائب أبو العباس والجبهة الغربية وما إلى ذلك، وقس على ذلك. وأيضا السماح للحوثي بالتمدد والسماح له بالسيطرة والسماح له بالقبضة الحديدية على المناطق التي يحكمها دون أن يمسه أذى من التحالف. تدهور. طيب أمام كل هذا سيد محمد، هنا تساؤل أخير. القرار اليمني. نعم سيد محمد، أمام كل هذا الذي ذكرته هناك تساؤل أخير. هذه كلها أخي من الأهداف الحقيقية التي تكشفت لنا جميعا. طيب سيد محمد، هنا لضيق الوقت يعني سؤال أخير. لابد أنها قد تكشفت، اسمح لي، قد تكشفت للرئاسة اليمنية، قد تكشفت لرئاسة الأحزاب، وهذا الذي نستغرب منه، لماذا هذا الصمت؟ إذا كان أحمد شفيق الذي كان عليه إقامة جبرية في أبو ظبي من خلال مقطع صغير لا يتجاوز دقيقتين استطاع أن يقيم الدنيا وأن تنتصر له المنظمات وما إلى ذلك حتى تم إعادته إلى مصر، كيف لعبد رب مصر هادي ولقيادات الأحزاب أن يسوقون لأنفسهم أنهم رهد الاعتقال حتى هذه اللحظة؟ ألا يستطيعون أن يتحدثوا؟ ألا يستطيعون أن يقول لهذا التحدث لهذا التحالف ولهذا الدمار الذي يصيب اليمن كفى ما قمتم به حتى هذه اللحظة؟
جميل، إذا وضحت الصورة وأعتذر منك يعني داهمنا الوقت. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد عز الدين الحميري، كاتب وباحث يمني، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. ونكتفي بهذا القدر، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.